برنامج بخدمتكم من المركز الإذاعي والتلفزيوني في اللاذقية. إشراف عام مازن محمد. إشراف إذاعي لبابا يونس. إشراف برامجي ديما الخضور. إعداد وتقديم ختام صقر. هندسة إذاعية نسمة علي. كاميرا يوسف ريحان. مراقبة عامة رانيا محمود. وفي الرد الهاتفي مرح عباس. برنامج بخدمتكم إخراج خلود يونس. يا مرحبا بالجميع. حلقتنا لليوم من البرنامج الخدمي بخدمتكم عم تتابعونا عبر قناة أوغاريت وراديو أمواج أف أم. دائما لاتصالاتكم على الأرقام 214-5-218 أو 269، ودائما رسائلكم على الرقم على الواتساب طبعا على الرقم 0924-021-053. اليوم من ساعات الصباح الأولى الله يبعث الخير تعبت طبعا وطافت شوارع اللاذقية بمياه الأمطار طبعا اللي كنا ناطرينها مطولا. إن شاء الله يوم خير للجميع يا رب، لكن مع الخير ودائما بموسم الأمطار والغزارة المطرية، غزارة الهطولات المطرية، بيحصل اختناقات بالشوارع مثل ما الكل لاحظ وبلشوا يبعثوا لنا شكاوى طبعا عدا عن الملاحظات اليومية. يعني البعض منا بصعوبة وصل القطع، طبعا قطع الطريق، خلينا نكون منطقيين وواقعيين، يعني بصعوبة عم نقطع الطرقات ببعض المناطق وأغلقت طبعا مثل مقابل سوق القنينس، دوار عدن، شارع الجمهورية، حتى شارع الجامعة مدخل المدينة. يعني كان بصعوبة بده ينزل من التاكسي، من السيرفيس، من أي سيارة من أمام نفق الجامعة وحتى تقريبا دوار الزراعة. هاي الملاحظات العامة بالإضافة للشكاوى اللي وصلتنا. المهندس ثائر جعفر رئيس دائرة الخدمات والصيانة اللي كان موجود طبعا ومن الصبح عم نتصل له منتابع معه كمان كل التفاصيل، موجود مع الورشات بمجلس المدينة وصرف الصحي لنعرف كل التفاصيل الشوارع اللي تم تصريفها. صار معنا عبر التليفون. يعطيك العافية أستاذ ثائر. صباح الخير، يعطيكم العافية. أهلا وسهلا. يعطيكم ألف عافية يا رب. فإذا من الصبح وأنتوا بالشارع فوهات المطرية يعني كتيرة أغلقت، علما أنه يعني كنا متواصلين نهار الاثنين وبعد توقعات المنخفض الجوي اللي عم يحصل اليوم أنه تم تعزيل الفوهات المطرية والاستعداد لها، لكن الغزارة المطرية اليوم اللي حصلت أغلقت يعني كتير من الفوهات بالشوارع. خبرنا بداية اليوم قد ايه تقريبا يعني فينا نقول تصرفت بالشوارع؟ طبعا اللي احنا عندنا بالنسبه لتعزيل الفوهات المطريه هو اللي احنا بنبدا فيه من الشهر التاسع. طبعا هلا اغلب بالتنسيق مع شركه الصرف الصحي والورشات دائما متواجده. نعم. هلا اليوم اللي احنا اللي صار دائما اول مطره وان شاء الله هيك الله يبعث الخير وتكون غزاره هسه افضل. اللي صار ممكن هلا باول مطره دائما بيكون بيحدث بعض الانجرافات، بيكون في اوساخ بتتجمع من المناطق المرتفعه باتجاه المناطق المنخفضه. وطبعا الورشات كانت متواجده وتعالج كل المواضيع. يعني هلا احنا كان عندنا مثلا مثل اتحاد العمال دائما كان
كان يطوف او كذا، نحن ما صار عندنا شيء. عند نزله الجمارك كمان ما صار شيء، صار تجمع عند سوق خليناص مقابل سوق خليناص للمياه. طبعا هي نتيجه انجراب بعض الاوساخ والاتربه، وتعالج الموضوع مباشره. عند دوار عدن كمان صار اختناق، كمان تجمع اتربه واوساخ نزل، والا الفوهات كلها هي متعزله. دائما هي اول مطره صعب علينا. بس الحمد لله بجهود عمالنا كان وضع كويس. هلا نفق نفق الجامعه، مقابل نفق الجامعه كمان كان في عدم تصريف. يعني لاحظنا انه اذا مثل كنت عم بحكي انه اذا حدا بده ينزل من اي مركبه عامه في اشكاليه استاذ سائر، يعني الناس رح تغرق بالمي وتبتلى بين ما توصل لمكان شغله. مقابل النفق هي دائما هي المناطق المنخفضه بصير، يعني بالغزاره المطريه بتجي المي بشكل يعني قوه مطريه كبيره. هون على ما يبدو ما في فوهه، في فوهه هون؟ لا في فوهه، في فوهه بس ما قدرت تصرف. مو بتصرف بس ما بوصل لما المناطق المنخفضه مثلا من المرتفع للمنخفض. نعم. بتصير المي تجرى فوق الفوهه على الغزاره، على غزاره المي اللي بتمشي. طبعا كل هالامور بتتعالج يعني بلحظتها. ان شاء الله بكل الاحوال، يعني بهمنا الوقت ما يطول حتى نقدر نمشي ب يعني ما يتغرق يبتل الواحد دبل بهذا الطقس. لا اكيد اكيد ان شاء الله الله يبعث الخير. نحن بنتمنى المطر تغزل اكثر. طيب دائما هي اول مطره بس شوي صعبه، هلا ان شاء الله الامور صارت جيده جدا. يعني ما راح يصير في كمان انجرافات مره ثانيه؟ لا الانجرافات بتكون راحت. طيب ان شاء الله خير بكل الاحوال. يعني هو تعاون كامل مفروض من الكل، كمان عدم رمي القمامه دائما بنحكيها بالشوارع حتى ما نوصل لهي النتيجه. نتمنى هذا الموضوع، نتمنى يعني احيانا حتى الاهالي، انا لاحظت اكثر من محل بالقلعه بعض المناطق يعني العدد الفوهات هي 17000 فوهه. يعني انت مستحيل نجيب 17000 عامل على 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 الفوهه. بس انه احيانا مثلا نحن لاحظت انا باكثر من محل اللي قدام محله مثلا بيحمل بلش تعزي بيعزي هيك شوي قدامه، احيانا بيكون صاير عليها شوية اكياس. في مشكلة اكبر رح نضل متواجدين وما نعالج. يلا ان شاء الله. على كل مثل ما قلنا بدها تعاون بالاكمل، يعني الجهات المدنيه كمان تمام، المجتمع المحلي وكل الجهات المعنيه بالموضوع، حتى دائره النظافه كمان. في عنا شكاوى كنت عم خبرك فيها تحت الهواء استاذ سائر، هي من قبل حتى صراحه المطره، فهلا بعد المطره يمكن الوضع اصعب. مقابل سينما اوغاريت في دائما بركه مياه، يعني مع وجود مطر او غير مطر على ما يبدو في حفره فعم تتجمع فيها المياه. طيب نبعث هلا وايضا انا هلا مريت من هنا كله، ممكن يكون من جهه الوقوف السيارات يعني الباركينج. هلا انا مريت لما حكيتيني مريت على الشارع الرئيسي ما في شيء، بس ممكن تكون جوا نبعث نشوف. طيب كمان عند سوق الخضرة، يعني صراحة هيدي شكوى عبر سنين ما عم يلتقى لها حل، دائما شكوى مكررة. الطريق محفر، شكوى بما يخص التسفيت وإمكانية تسفيت سوق الخضرة، وأيضا يعني بالحفر عم تتجمع فيها المياه، يعني حتى مياه يمكن مو مياه الأمطار، المياه المستخدمة عند الباعة، أي حدا عم بيكب مي فعم تتجمع ضمن الحفر الموجودة. فأكيد تمام. حضرتك بالصورة تحديدا سوق الخضرة. تمام. هلا الشارع الرئيسي ما في شيء، بس أحيانا بيكون محل وقوف السيارات، وأحيانا هون في بعض الأخوة كمان بيبسطوا بيحطوا السمك وكذا. هلا دائما مية السمك هي عامل الضرر الأكبر للتفت. طب ما لحل أستاذ سائر كون هيدا معنا جديد يعني الموضوع. لا إحنا هي الحل الزفت مع مية السمك أكيد بده يخرب. ماشي. طيب. والبعض عاملين لهم فوهات مطرية، بس يعني ما عم يوقف بمكان الفوهة مثلا. يعني لو يصفوا جنب الفوهة ما في مشكلة. بس بيصف بعدها أو قبلها. هلا إحنا بدنا نحاول إن شاء الله هلا موضوع حتى يعني سوق أوغاريت بلكي بيتعالج موضوع بمكان آخر أو شيء. هلا نحن ممكن نعالجه حاليا اذا كان في زفت متوفر، في ما في لنشوف بيتون او اي شيء، المهم نحاول اغلاق الحفر يعني لو بشكل اسعافي استاذ سائر مثل ما تعودنا، لان مع انه المفروض حل جذري. يعني برجع باكد هي شكوى مكرره من سنين ونفس الوضع كل سنه عم تتكرر صيفا وشتاء للاسف، والوضع بيكون بالشتاء وقت المطر أسوأ. فبنتمنى يعني نعمل له دراسة على الأقل، سواء بتغييره مثل ما قلت حضرتك بتعاون مع مجلس المدينة إجمالا، أو كان في فكرة هو لتغيير مكان سوق الأوغاريت. هلا لنشوف
خطه هلا او نلاقي حل، يعني يكون في تصريف اكثر، فوهات عدد اكبر ممكن، او باتساع اكبر، يعني قدر المستطاع نلاقي حل منطقي. اكيد ان شاء الله. يعطيك العافيه استاذ سائر، شكرا لتعاونك. يعطيك العافيه. كملين معكم مستمعينا مع اتصالاتكم على الأرقام 214-5218-214-5269. وصلتنا شكوى نهار الاثنين من محمود بما يخص جورة الماء، طريق قرية جورة الماء للتسفيت، وذكر انه هو طريق حراجي وموعدين بالتسفيت من سنوات طويلة. طبعا بعد التواصل مع الخدمات الفنية هلأ يا محمود صار في لغط على ما يبدو. نذكر طبعا موضوع الحراجي إذا له علاقة تحديدا بمديرية الزراعة وهو خط النار. بكل الأحوال إذا فينا نتواصل مع الأستاذ محمد علي نائب مدير الخدمات الفنية ليعطينا التفاصيل، كونه على اطلاع بالمنطقة وأكد طبعا تحت الهواء كان عم بيأكد على الطريق العام اللي واصل لقرية جورة الماء. تم إنجاز قسم كبير منه، محور خربة سولاس صغاره، وحتى بقي جزء صغير فقط من مفرق بيت حليبية نبي أيوب انشغل حتى، لكن المسافة بين خربة سولاس وجورة الماء بقيت. فبدنا نتأكد، يعني يمكن حضرتك يا محمود حكيت عن طريق آخر، نتمنى إذا عم تسمعنا كمان ترجع تعطينا التفاصيل. ورح يكون معنا بعد شوي الأستاذ محمد إذا كان في إمكانية للرد. صار معنا عبر الهاتف الأستاذ محمد علي نائب مدير الخدمات الفنية، يعطيك العافية. ألو ألو، أهلا وسهلا أستاذ محمد. أهلا، كيفكم؟ يسعد أوقاتك. يعطيك العافية إليك لبرنامجكم. الله يخليك يا رب. أستاذ محمد، بتمنى نرجع نعيد الكلام، كنا عم نحكي تحت الهواء بما يخص طريق جورة الماء لنوضح لصاحب الشكوى. طبعا عم يحكي بالنيابة عن كتار من الأهالي، ذكر أنه موعود بتسفيت طريق حراجي من سنوات، لكن لحد اليوم لم يتم التسفيت. هلأ أنا ذكرت، بتمنى لو الأخ محمود يرجع يحكينا، للأسف ما سجل رقمه عنا. أنا بالكونترول هو الطريق، بس أنا راح أحكي بشكل عام من كان ومن كان الأخوة المستمعين جميعا، أو كان اللي يعرفوا شو كيف خططنا وكيف عم نشتغل فيها، يعني بموضوع الطرق. يعني طبعا نحن الهمنا الوحيد، وكان هي توجيهات رئاسة الحكومة، أنه التركيز على الطرق الرئيسية التي هي اللي بتربط بين الوحدات الإدارية، يعني الطرق الرئيسية. فنحن هي من أولويات عملنا، يعني إنه نعيد التأهيل وبعدين انتقال إلى الطرق الفرعية والتركيز على الطرق الزراعية بعدين. فهذا وهذا كله تحت حسب الاعتمادات اللي عم توصلنا. يعني على كل حال الطرق، أنا فهمت مني تحت الهواء هلا إنه هو الطريق عم يقول إنه شاقيته الزراعة، هلا يعني حراجي هذا اللي وصلنا. مرة نقول إنه هو يعني بكل الأحوال هو أكيد معناته طريق زراعي هو. إن كان خط نار ولا إن كان طريق حراجي أو طريق زراعي، هو تحت بند الطريق الزراعي. والطريق الزراعية حاليا نحنا يعني بناء على اعتمادات اللي عم توصلنا، يعني نحنا يعني كثير اعتماداتنا بهالموضوع هذا خليجي، فنحنا عم نختار دائما الطرق الزراعية اللي مثلا تربط بين طريقين على زفت، إلى 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 مواصفات التخزين يكون فيها كبير. يعني أما إنه هلا مثلا إنه عم تخلي لي أنتوا هذا الطريق إنه صار له 15 سنة، ما بعرف عنه شيء، أنا بدي أعرف عنه شيء لأعرف هذا. ونحن بوعده إنه نحن بنحطه، بس إذا كان مثلا إذا حسب الطول، كمان طوله إذا كان كبير كمان، أنا هون لأنه هلا حاليا كلفة المتر الطولي تقريبا عندنا تقريبا وصلت عم توصل تقريبا ل 80-90 ألف المتر الطولي مزفت مشكوك.
سقوا تعبيد وتسفيك المتر الطولي. يعني هلا كيلو متر صار بتكلف عنا 80 مليون او بالحدود بدون اعمال صناعيه. فلحنا بدي اعرف هالطريق هلا اذا عم نحكي من سنوات طويله استاذ محمد يعني مفروض يكون نازل بالخطه، مفروض يكون انعمل له دراسه حسب ما اكد الاخ محمود. هذا مزبوط الحكي. فانا بدي اعرف شو اسمه، لانه الطرق الزراعيه احنا بتنزل يعني بتعرفي انت بتنزل مثلا بنكون حريصين بالتسميه مثلا نكتب مثلا من بيت فلان لبيت فلان مثلا او من ارض حتى بنسميها بالاراضي بحسب الصفة العقاريه يعني بنسميها. بدي اعرف انا هذا الشخص بس لا انا بدي اقول له اذا بشوف اذا نازل ضمن امكانيات هذا احنا فينا ننفذها يعني. وان شاء الله احنا السنه الجايه ان شاء الله الاعتمادات راح تكون ان شاء الله تكون جيده، وخصوصا على الطرق الزراعيه والاداء. واذا في امكانيه واكيد احنا من راح هذا اكيد راح نساعد. مفروض اذا ما قدرتوا يعني طبعا الخطه هلا خلصت تقريبا اللي نازل اعتماده فعم تنفذوه يعني مفروض اذا في حال لم تماما السنه الجايه بالتاكيد يكون منفذ كونه له اولويه للقدم يعني بالبدايه. هلا لقلي شغلي هلا احنا من 15 سنه كان يعني احنا كنا كل الطلبات كان يعني كانت الإمكانية أكبر من هلا بكثير ويعني ما كنا دائما يعني الخطة ننفذها بكاملة يعني لأنه الاعتمادات كانت بتغطي صراحة. هلا حاليا يعني أنا هلا بعطيك مثلا أنا على سبيل المثال خطة 2021 للطرق الزراعية. طيب أنا عندي يعني عندي 400 مليون يعني أنا كل طريق يعني كل منطقة عندي طريقين ثلاث طرق زراعية لكل منطقة ما فيني ينفذ أكثر من هيك. يعني الموضوع هلا حسب ما ذكر الأخ أنه هو بيخدم يعني مجموعة كبيرة من الأهالي كويس فهون بهي الحالة أنا بس يكون إن شاء الله بس يكون إن شاء الله مثلا يعني الطول يكون مناسب لأنه أنا ما فيني يمكن هلا يمكن يكون الطريق كيلومتر مثلا كيلومتر 100 مليون يمكن يجيني اعتمادات 400 مليون يعني ياخذ ربع الاعتماد هو. طيب بكل الأحوال حتى ما ناخذ وقت أكثر بهذا الموضوع يعني بنتمنى من الأخ محمود إذا عم يسمعنا يراجع حضرتك أو يترك رقمه لحتى نقدر بتمنى يراجعني وإن شاء الله بنساعد نحن وياه وإن شاء الله وإذا طريق حيوي بعده وإذا طريق هيك وبيخدم وفي بيوت وفي هذا يكرم عيونه ونحن معاً فوراً فينا بنساعد إن شاء الله السنة الجاية. تمام. في شكوى هلا قدامي أستاذ محمد من رشا عم بتقول من أسبوع قدمت شكوى لتسفيد بمنطقة القاموع ومبارح إجوا زفتوا كل الطريق يلي رايحة على الضيعة يلي بعدنا بس للضيعة جوا ما حدا دخل علي والدنيا شتي ما عم نقدر نمشي من جوار المي. أنا بخلك شو صار هلا هاي القاموع نازة هي تاني شكوى بتصير تيجي على القاموع هي نازة عنا بالصيانه يعني احنا دائما بتمنى دائما احكي على الاذاعه وتصير انسان تعرف العالم نحن ما بقى في عندنا يعني ما عندنا امكانيه لنعمل قمصان زي كان من بدايه الضيعه لنهايته وندخل على كنا نعمل هيك من زمان نمسك المحور كله وندخل على الضيعه ونعمل هيك. حاليا ما في انا امبارح طبعا هي القاموع نازل بخطه وان شاء الله راح تتنفذ يعني جاي ترقية طبعا بس انا امبارح اللي قلت له لورشاتنا نتيجه لمتابعه الشكاوي ومتابعه طلبات الاخوه المواطنين كان في عندنا تفريع على جريح سائر عبود بترمي فهي البيعه القاموع قريب عليها 3 كيلومتر فقلنا لهم خذوا انتوا وين على الطريق الرئيسي برجع وقول على الطريق الطرق الرئيسيه وين في جوره رقعوها وفعلا اخذنا سياره ورقعنا الجوره الرئيسيه اللي بتربط بين الوحدات الاداريه يعني بتربط هذا الطريق اللي رقعناه بيربط الكلماخو الجيده مع الفاخوره يعني شفتي كيف المحور يعني بس أنا كمان من حقهم ضمن الضيعه استاذ محمد يعني حقهم على الاقل كمان ترقيع عم بيقولوا ما عم نقدر نمشي من جوار المي وفعلا هي الشكوى مو اول مره بتوصلنا خلص انا هي نازله يعني هي عندهم انا يعني عملنا انه اجتهاد من عندنا يعني احنا انه هلا هن عندهم بالضيعه نازله بس يعني هلا يمكن الطقس ما عم يساعد شوي انا بوعدها انه هذا راح يتنقذ عندهم بالضيعه وانا سبق ويمكن حكينا بهالموضوع معهم انه يعني هن بالخطه يعني موجوده القاموع والجيده. طيب نحن انا عم بحكي انه هي شافت هلا فينا نقول يعني اذا الاسبوع القادم متابعته مع الارصاد في حال كان صح وبتقدروا نقدر يعني نصلح الطريق اسعافيا ان شاء الله بس بدي يعني يعرفوا انه نحن بس ضمن القرى او ضمن الوحده او ضمن الضيعه او ضمن هذا نحن هون
بنعمل ترقيعات ترقيعات للجوار بحيث انه ما تاثر بقى على حركه السير مثل ما عم تحكي مثل ما شكوا انه ما عم يقدروا يمروا او ما هذا. وانا هيك عملت امبارح يعني، بس انا عملته للحكي على طريق عام بيربط بين عده وحدات اداريه. كثير فادي، وانا بوعد اذا الطقس الاسبوع الجاي ساعدنا بنشوف اذا الموضوع بسيط فورا فورا. يلا شكرا لك استاذ محمد، يعطيك العافيه. شكرا لكم ولبرنامجكم. اهلا وسهلا فيك استاذ محمد عافية. علينا نائب مدير الخدمات الفنيه، يسعد صباحك. اتصال جديد معنا عفيف. الو مرحبا. اهلا وسهلا فيك مدام. اهلا وسهلا عفيف، تفضل. نحن بالفاروس مدام، حكى من يومين شاب مشان الكهرباء. نعم يعني في مشكلة بالكهرباء عندنا كتير، يعني بتجي ربع ساعة أحيانا، لليوم اجتنا 10 دقائق الصبح لهلا ما اجت. امبارح نفس الشيء تلت ساعة. طيب ليش الوضع هيك يعني مثلا؟ هلا بتخيل هو عام، بس بكل الأحوال نحن رح نرجع نتواصل مع الأستاذ جابر ونخبره. هيدا حالي اليوم يعني 10 دقائق بعد من الصبح، ما عاد من الساعة 7 و10 طفيت ولهلا. من الساعة 7؟ من سبعة اجت سبعة وعشرة طفيت ولا هلا. طيب تمام، سجلنا الشكوى يا عفيف، تكرم عيونك. طيب. هلا مباشرة صبايا بيخبروه بالكنترول تحت الهواء. يلا كملين مع اتصالاتكم على الأرقام 214-518-269 والواتساب على الرقم 094-521-053. كملين مع اتصالاتكم، فإذا وكل الشكاوى اللي وصلتنا نهار الاثنين عم نتابعها لليوم الخميس، الشكوى المتعلقة بإصدار بطاقة جريح وطن، حكانا أكثر من مرة طبعا وناقشناها عبر البرنامج الأخ شريف حسين، وأكد أنه طبعا بعد لقائه للأستاذ عمار أحمد مدير الشؤون الاجتماعية، لكن البطاقات يعني حسب ما أكد أنه موضوع تكامل، فطلبنا نحن نتأكد من الموضوع ونفهم شو التفاصيل طبعا، علما انه هي من المفترض كل الاسماء تكون باهتمام مديرية الشؤون الاجتماعية. معنا عبر الهاتف صار الاستاذ عمار احمد مدير الشؤون الاجتماعية باللدقية. صباح الخير، يعطيك العافية. صباح الخير، مرحبا، يعطيكم العافية. اهلا وسهلا. نحن عن تنويه كل هالملاحظات والشكاوي اللي عم يتم التعاون بيناتنا. اهلا وسهلا. نحن على تنسيق كامل بالوزارة. نعم. بالنسبة لبطاقات جريح وطن، نحن عم يصير التنسيق بين الوزارة وبين شركة تكامل، بس نحن عم ننظم قاعدة البيانات في كل المحافظات وعم ننظم البطاقات. هذا الموضوع بس بياخذ وقت بين شركة تكامل وبين الوزارة. ولا الأمور بخواتيمة يعني، إن شاء الله الأسبوع الجاي اللي بعده بيكون كلياتها على قاعدة البيانات موجودة بكل المديريات. يعني حتى أكدت وحكيت على الوزارة وتأكدت قبل ما أطلع على الهواء، يعني تقريبا الأسبوع الجاي إن شاء الله، الأسبوع الجاي اللي بعده، لأنه قاعدة بيانات تعافي كبيرة شوي، والله ينصر سوريا وجيش سوريا. أمين يا رب. وبدنا يكون التعامل بدقة ونسبة العجز وكل هالأمور بتاخد وقت، وهذا حق الجريح أما يطالب بالبطاقة، هذا حق له يعني ما إن شاء الله، لكن حال الجميع يعني حال كل أكيد الجرحى. أكيد. تقريبا لأي عام يعني، من أي عام مسجلين فينا نقول هيدون اللي رح يتم إصدار بطاقاتهم؟ من اي فتره مسجلينها؟ هاي هلا عم يجتمعوا بالوزاره وبشركه التكامل، اكيد رح تكون العام الجديد يعني، بس هلا انا شو لا عفوا استاذ عمار، قصدت انه هلا في جرحى عم بيسجلوا هلا مثلا، في جرحى مسجلين من سنتين وما طلعت لهم البطاقات، ففينا نحصر الاعوام من اي عام لاي عام اللي مسجل البطاقه وبدأ هي كله رح يطلع له بطاقات، يعني اي حدا مسجل اسمه من وزاره الدفاع يعني، مو احنا اللي مسجل اسمه دائما، هي القاعده البيانات بتكون الاساسيه بوزاره الدفاع. انتوا فقط لاستكمال المعلومات يعني، المعلومات قاعده البيانات البطاقات نسبه العجز يعني، نعم بننظم الامور كلها ياتها ان شاء الله. بس هالوقت يعني ان شاء الله الاسبوع الجاي اللي بعده بتكون الامور ان شاء الله منتهيه. طيب ان شاء الله، شكرا لك. ونتمنى نحن اي مشكله لجريح سواء كانت بطاقه جريح وطن ولا اي حاله نحن غفلنا عنها، انه انتوا على الاعلام
من هيك تعاون يستمر بيننا اكيد عم تتواصل معنا بشكل مباشر شو ما كانت الشكوى لنحنا. طب بدي ارجع اكد على شكوى بتتكرر استاذ عمار بما يخص الرقم اللي موضوع على صفحتكم على الفيسبوك، اكد اكثر من جريح انه عم بيحاول يتواصل عبر الرقم لكن ما في رد. هلا ما بيحوصي الرقم صراحه تماما، في رقم انتم حاطينه على صفحه الفيسبوك، ففي رقم معين تعطينا رقم نقدر نعممه؟ انا راح احط لهم ارقام موبايلاتي على الفيسبوك، يدقوا لي مباشره عشان ما حدا يعرفون بالجرحى. خلص طيب هلا راح مكتب الصحه راح يحط ارقام موبايلاتي على الفيسبوك. شكرا لك استاذ عمار، واي حدا يتواصل معي بشكل مباشر. شكرا لك، يعطيك الف عافيه. اهلا وسهلا فيك. اتصال جديد معنا محمود. الو. مرحبا. اهلا وسهلا يا محمود. مدام ختام، انا بتشكرك على الجهد اللي بذلتي. واجبي يا محمود، ان شاء الله نعطي نتيجه منيحه، يعني اكيد نحن مهمتنا نوصل كل الشكاوى لكن بيبقى على الجهات المعنية المساعدة قدر المستطاع. أنا بتمنى بس لو حكيتيني. أنا آسفة كنت عم بحكي على الهواء، يا ريتك دقيت بنفس اللحظة يا محمود، لكن ما معنى رقمك هذا السبب. دقيت ما علق الخط. طيب. أنا قلت لك طلعته للمهندس، في عنده مهندس بيعرف الطريق، طلعته للمهندس فوز خدام اسمه. تمام، أنا حطيته بالصورة، كنت عم بحكي مع الأستاذ محمد تحت الهواء، لكن أنا حكيت هذا الموضوع على الهواء حتى تسمعنا. بتمنى منك هلأ حتى ما نضيع لك وقتك تحت الهواء تاخذ رقم الأستاذ محمد وتترك رقمك كمان محمود حتى نتابع المشكلة معك. تمام؟ ماشي. تتواصل مع الأستاذ محمد علي نائب مدير الخدمات الفنية بناء على طلبه مثل ما سمعت وتعطيه التفاصيل. يلا بس انقل الرقم وهلا يلا بتاخذ الرقم من مرح تحت الهواء لو سمحت. كملين معكم ومع اتصالاتكم على الأرقام 214-5-218-214-5-269. وبدي أرجع أكد على أبو سمير، هلأ حكينا تحت الهواء كمان فقط للتأكيد، الشكوى اللي وصلتنا بخصوص مخالفة التاكسي ضمن شرطة كراج الفاروس، مشكور قائد شرطة الكراج المقدم بلال عيسى، فأكد كمان على مراجعته للمخالفة ولا ينظر فيها في حال هل المخالفة جائزة أم لا. ومثل ما قلنا يا أبو سمير بتمنى مراجعته لحتى تبين شو مشكلتك بالضبط أو شو فحوى الشكوى. رح نكمل مع اتصالاتكم على الأرقام 214-5-218-269، الواتساب على الرقم 0924-521-053. عامر عم يحكينا من اللاذقية، عامر عسكري متقاعد صف ضباط، عم بيقول هويتي المدنية كلفت 7000 ليرة، رحت لطالع هوية متقاعد برابطة المحاربين صف الضباط عند الملعب، طلبوا مني 14000 ليرة. كيف صارت هي هوية مدنية بتكلف 7 وهوية متقاعد بتكلف 14 ليرة؟ يا ريت متابعة الموضوع. طيب تكرم يا عامر، شكرا لك ولا أكيد متابعتك. معنا اتصال مدام أمل محمد الإعلامية طبعا، وبرجع بأكد مشرفة أمواج سابقا ومذيعة ومعدة برنامج صوتك والمسؤول الخدمي سابقا كمان، بدي وجه لك ألف تحية وأهلا وسهلا فيكي مدام أمل، يعطيك العافية. يعطيك العافية ختام، شكرا إليك وتحياتي للجميع ولكل الناس اللي عم تسمعنا، وشكرا لهي الوفاء ولهذا المحبة، شكرا إليك ختام. أنا بس اليوم يمكن حبيبة قلبي اتصالي اليوم يعني مثل ما نحن تعودنا بالإعلام، وأنت تعرفي كل الناس اللي بيعرفوا تمام المعنيين بهذا القطاع، أنه مثل نحن ما من واجبنا نشير للسلبيات، مهم كثير أنه نشير أيضا للإيجابيات ليكون هاي الإشارة حافز لكل عمل للاستمرار فيه بكل محبة. فأنا يمكن تتذكري اتصلت يوم الاثنين كان في مشكلة، مشكلة كبيرة جدا هي مشكلة المياه عنا بالمنطقة. اليوم عم أتصل لوجه كلمة شكر كبيرة مع كل الاحترام والتقدير من القلب فعلا باسمي وباسم أهالي المنطقة للأستاذ طارق إسماعيل مدير مؤسسة المياه على تجاوب السريع
يعني صحيح الحل كان مؤقت، ولكن فعلا أرسل لنا للمنطقة مهندس وفني ليلا الساعة 12 ليلا لحل موضوع المياه، وجابوا المياه وضلت المياه مستمرة يمكن لتاني يوم أنعشت أهالي المنطقة اللي ما ناموا الليل فعلا. طبعا تعويضا لنأكد عن تقريب الشهر بدون مياه من تقريبا شهر بدون مياه. وتاني يوم مثل ما وعدكم ووعدنا على الهواء استقبلنا بمكتبه بكل رحاب الصدر بكل ذوق واستمع لكل تفاصيل المشكلة اللي هي عالقة فعلا، وعرف كل حيثياتها، ووجه المهندس والفني المسؤول بالمنطقة لحلها وقال لهم بدكم تعطوني موعد لإنهاء هذا الموضوع وحل هي المشكلة، لأنه مشكلة البسطة ومعاناتها بالمياه في إلنا حل ثاني هو معني بإنه يحكي عنا بعدين. وفعلا قال لهم أنا بعطيكم ليوم الأحد تنهولي هذا الموضوع. وكمان بنفس الوقت يعني إجت المي صح بس في طوابق عليها، أنت ختام بتعرفي، اتصل بالأستاذ جابر العاصي مدير الكهرباء ومباشرة أرسل الكهرباء مع إرسال المياه للمنطقة، وفعلا الناس اللي ما كانت تطلع عندها إلا على الطوابق الأولى صار تطلع على الطابق الرابع والخامس، ومباشرة أيضا استجاب لنا المهندس جابر العاصي وقال أي مشكلة نحن في تعاون بيننا وبين مؤسسة المياه بهذا الموضوع، التنسيق الكامل بين المياه وبين الكهرباء حتى نأمن للناس المي على الأقل نأمن لهم الكهرباء. وفعلا بدي وجه كلمة كتير شكر كبيرة لألهم، هم صحيح واجب وواجب كل إنسان، ولكن التجاوب السريع في حل مشكلة المواطن اللي هلأ عم بيعاني كتير ختام وانت بتعرفي، وشكر كبير لكل إنسان بموقع مسؤوليته بيأدي دوره بكل ضمير. يعني يمكن كلمة شكر قليلة ولكن خلي الناس تسمع مثل ما طرحت المشكلة، اني انا بقول شكرا لكل انسان بموقع مسؤوليته، شكرا استاذ طارق اسماعيل، شكرا استاذ جابر العاصي، شكرا لك ختام، شكرا لوجودك معنا. كمان انا بدي اشكر يعني الاخ والصديق والزميل الاعلامي مازن محمد مدير المركز على اهتمامه الكبير ببرامج الخدمية للمواطن ومتابعته بكل حيثياته وبكل تفصيله. تحياتي الكبيرة له، انا بعرف انه اي مشكلة بيعاني منها اي حدا هو شخصيا بيتابعها، فكلمة قال يعني شكرا لك، شكرا لكم كلكم، شكرا لك مدام أمال، شكرا كل يعني كل ان شاء الله يا رب الألق والإبهار والنجاح لكم. شكرا شكرا لك مدام أمال، وان شاء الله نبقى على قدر الثقة والمسؤولية. يعطيكي ألف عافية. أكيد برجع بكرر الشكر موصول لكل المعنيين، الأستاذ طارق إسماعيل مدير المياه والأستاذ جابر العاصي مدير الكهرباء. يعني هلأ بنعرف في يمكن بعض الناس تقول ايه ما عم توصلنا الكهرباء ما عم توصلنا المياه، لكن نحن على اطلاع برجع بأكد بكل المشاكل، يعني عم نحاول قدر المستطاع نضوي عليها. بتمنى دائما تحكونا وتراسلونا وتعطونا المعلومات بالتفاصيل، مثل ما سمعنا أكيد حالة مدام أمل تعمم يعني بما يخص التعاون. نتمنى دائما تعاون من الجميع، وأي حدا أكيد الإصرار على متابعة المشكلة، بالنهاية كمان نحن حقنا كمواطنين نحصل على الخدمة. يعني برجع بقول يمكن هلأ قدر المستطاع للأسف بظل الظروف الحالية، وضع الكهرباء وضع بالتزامن طبعا مع أو بالأحرى وضع المي بالتزامن مع وضع الكهرباء للأسف، لكن دائما منقول تابعوا معنا المشكلة، في حال ما تمت معالجتها بنرجع منكرر الشكوى وبنعرف كل التفاصيل. بدي كمل هلأ مع كل الرسائل والأرقامنا دائما للاتصال على الهاتف الأرضي 214-5-218 أو 269. معنا تليفون. ألو ألو، معنا علي، تفضل. أيوة. يا علي مرحبا، أهلا وسهلا، الله يعطيك العافية مدام. الله يعافيك، تفضل. بالله عندي أنا شقة، أنا من بسنادة. نعم. في عنا مجموعة عقارات مبنية بشكل رسمي ونظامي من قبل 2010، والله بيطلع قرار مجلس المديني برقمه 253 تاريخ 13-8-2010. لحظة شوي معلي، ارجع عد لي القرار مجلس المديني رقم 253. نعم. أو عفوا ما قرار وزاري، قرار وزاري بس بناء على اقتراح من المجلس، وزارة الإدارة المحلية. أي وزارة. رقمه 253. نعم. تاريخ 13-8-2016. معتبرين منطقة بسنادة منطقة مخالفات جماعي. نحن علما معمرين بشكل رسمي برخص من صادرة عن مجلس المديني، رخص بناء رسمي ومفروزي وعقارات ومفروزي بالبلدي ومفروزي بالعقاري،
ولا تفاجأنا أنه هذا منطقة بسنادة منطقة مخالفات جماعي وعبية خلف. فصار مخالفة جماعية بس أنا كمواطن أنا معمر بشكل رسمي بموجب رخصة نظامية صار عن المجلس المديني اعترضنا على المخطط التنظيمي الأخير ولحد الآن قالوا أنه بيخرجونا هالعقارات من منطقة المخالفات. ولكن قال امتى تم قدمتوا اعتراض؟ قدمت انا اعتراض للسيد المحافظ وردوا لي مجلس المدينه ببدايه الشهر الاول 2021. فكتبوا بعد ما انه هالمناطق هي عم بيحاولوا اخراجها عم بيحاولوا اخراجها وراح قرات كتاب المجلس المديني الموجه للسيد المحافظ. نعم. عم يقول له انه تم اعطاء السيد محافظ اللاذقي اشاده للشكوى المقدمه من فلان انا اسمي يعني أبي يقول له تم أعطاء صفة مخالفات جماعية لثمان مناطق ضمن المخطط التنظيمي لمدينة اللاذقي موجب القرار 1710 لعام 2003. وتم لاحظ هذه المناطق ضمن المخطط التنظيمي بالقرار 256. علي بدي أقاطعك لو سمحت. صار معنا عبر التليفون الأستاذ حسين زنجرلي المهندس حسين زنجرلي رئيس مجلس المدينة فورا حتى نقدر نعطيه بالتفاصيل. أستاذ حسين مرحبا. يا هلا. أهلا وسهلا فيك. معنا الأخ علي من منطقة بسنادة. معلي بس تسمع الشكوى لو سمحت حتى تقدر تطلع عليا. يلا يا علي سريعا. مرحبا أستاذ. يا هلا يسعد صباحك. كيفك حبيبي؟ الله يخليك. الله يخليك أستاذ علي. يا أستاذ الكريم صباح. نحن في منطقة بسنادة في مجموعة عقارات معمرين بشكل رسمي وبموجب رخص نظامي صادر عن مجلس المدينة قبل 2010 ولا جينا بال 2016 طالع قرار وزاري رقمه 253 انه معتبرين منطقه مخالفه جماعي ونحن مشمولين بهالقرار طلع قرار المخطط التنظيمي للمجلس المديني واعترضنا عليه وانه اذا للعمل على اخراج هذه يعني العقارات من المخالفات. القرار 253 يعني القرار رقم 253 تاريخ 13/8/2016 13/8/2016 بتطلبوا فيه انه نطلع لا انتم طلعينه انتم طلعتوا قرار وزاري انتم طلعينه انه اعتبرته منطقه بسناده منطقه مخالفات جماعي لكن باعتراضكم باعتراضكم يا علي عم تطلبوا انه اخراجه من اخراج هذا انه من منطقه المخالفات الجماعي نحن العقارات المعمره بشكل رسمي استاذ عقارات معمره بشكل رسمي بشكل نظامي برخص بناء صادره عن مجلس مدينه ايوه ومفروزي ومسكوني ومفروزي ب 2400 سهم لكل هالعقارات وهي عراصات بالاصل عراصات معدل للبناء تمام فهدول هال 253 بيطلع انه بيطلع من 2016 لحد تاريخي انتم عم تحاولوا اخراجه هلا ما خرجتونا اياه اما طلعتوا قرار مجلس المدينه الاخير انه مخطط تنظيمي تم الاعتراض عليه تمام وعساس انه تحاولوا مع الاستاذ جورج ومع شباب التنظيم العمراني عندكم بالمجلس المديني انه اخراج هالمناطق ولحد الان ما صار شيء لا تجتمع اللجنة الإقليمية وأي ما تجتمع اللجنة الإقليمية والله أنا ما بعرف يلا تفضل أستاذ حسين هلا أنا رح أشوف شو موضوع القرار 253 تاع منطقة المخالفات وإذا في اعتراض على المخطط التنظيمي أكيد بس يصير اجتماع يا أستاذ يا أستاذ في اعتراض على المجلس المخطط التنظيمي هو موجود قال في الخدمات الفنية لا تجتمع اللجنة الإقليمية أي ما تجتمع اللجنة الإقليمية اللجنة الإقليمية لسه ما اجتمعت امتى رح تجتمع استاذ هلا هي بتجتمع بالاشهر يعني بدعوه من رئيس اللجنه الاقليميه يعني هلا احتمال ممكن يعني بدايه الشهر الجاي يا استاذ والله الحكي من الشهر الاول من الشهر الاول وانا معي لا. انا مقدم كتاب للسيد المحافظ والمحافظ السيد المحافظ حوله للمجلس المديني وردوا عليه بهالمراسلات يعني انا معي المراسلات موجوده بين دياتي طيب استاذ علي اذا بتحب تشرفني اليوم بس هلا نحن اجتماع مكتب تنفيذي بتحب تشرفني بعد الساعة 2 انا بانتظارك بتحب والله يوم السبت يوم اهلا وسهلا فيك يا استاذ انا يوم الاحد بشارف بجلال يوم اهلا وسهلا فيك اهلا وسهلا فيك استاذ علي وانا والاستاذ يا استاذ الاستاذ راني والاستاذ جورج انا قد ما رحت لعندهم صاروا عرفوا يعني بيعرفوا الموضوع الاستاذ راني والاستاذ جورج من التنظيم العمراني عندك بيعرفوا الموضوع كاملا استاذ علي تكرم عيونك انا بانتظارك يوم الاحد الساعة 10 وأهلا وسهلا نعم نعم أستاذ حسين فإذا نهار الأحد بيكون عندك اطلاع كامل على الموضوع إن شاء الله بلكي نهار الاثنين بنرجع بنحكي فيها وبنعرف التفاصيل شو الإمكانية لحل الموضوع إن شاء الله يعني. تكرم شكرا لك شكرا أهلا وسهلا فيكم يا هلا شكرا لاتصالك يا علي 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 بنرجع بنعرض الموضوع نهار الاثنين بيكون بين شو إمكانية الحل يلا
ماشي. يلا أهلا وسهلا فيك يا علي، شكرا لاتصالك. رسائلكم على الواتساب على الرقم 0924-521-053، نهاية رقم 630. نحن أهالي كم قرية تابعين لمقسم الجندارية، عنا أكبال المقسم لإحدى القرى مقطوعة ومسروقة من سنة هلأ بلا هواتف من عام، يا ريت أقدر أطرح المشكلة، وهذا رقمي مركز الجندارية. تمام. طيب هلأ بكل الأحوال شكوى معنا جديدة، إذا فينا نأخذ التليفون من الأستاذ أحمد الحايك مدير الاتصالات باللادئية. هي فعلا حكيناها سابقا وأكد أنه للأسف تم سرقة الأكبال، لهيك قطعت كل الهواتف التابعة على مقسم الجندارية. طيب بس اتركي لي أو اترك لي ما بعرف صاحب الرسالة أو صاحبة الرسالة، يا ريت تتركوا لنا رقم التليفون، أي تليفون أرضي تابع للمقسم لو سمحتوا، الاسم والرقم إذا بعدكم معنا على السماع. اتصال جديد ابو يوسف. الو. الو مرحبا، مساء الخير. اهلا وسهلا. على من مشروع الجميزه. الجميزه، اهلا وسهلا. أيوة. فيك. ايوه، على الاجبان والالبان. نعم. مضروب الخط المي، ورحنا تونا وحفروا له الجوره وتركوها ان شاء الله شي شهر. حسابنا الخاص طمناها. هلا المي ريحه مضروب محل ثاني، ونروح لعندي يقولون ايه بعدين ايه بعدين، صار له شهر. طيب المياه اللي عم تروح بالارض، مي الشرب، ما يشرب عم تروح بالأرض؟ بالأرض. طيب يلا خليك معنا يا أنسي. ايه وبعد فضل. إذنك في مهندس هوني بجميزي مش استلمون المشروع، خرب المي وخرب كل شيء. تترك لنا رقم تليفونك أبو يوسف تكرم عيني ليعرفوا التفاصيل. العنوان هلأ في حال ما تم الرد من الأستاذ طارق، بتعطينا الرقم لنخبره مباشرة لو سمحت. الأرض ولا الموبايل؟ ما في مشكلة، رقم تقدر ترد عليه تكون على الرد فورا. نعم. 720-627-627. أيوة. نعم. هلا. تكرم عيونك. هلا. هلا إذا الصبايا عم بيجهزوا الاتصال مع الأستاذ طارق تبقى معنا دقيقتين. يلا ماشي. يلا إذا في هلا. إمكانية. كمان رسالة على الواتساب، أبو نغم يسعد أوقاتك، بيقول مدارس الدعتور المزري من وضع الطرقات يلي بيصير عبارة عن مسطحات مائية يصعب عبورها وصولا إلى وضع الكهرباء، ما في ولا أي وسيلة إنارة بالمدارس، لكن الشيء يلي مو مقبول بفصل الشتاء غرفة صفية ما يكون فيها ولا نافذة عبارة عن نوافذ بلا شبابيك تفتح وتغلق، الطلاب ما عم يقدروا يتحملوا الهواء البارد والمطر يلي عم يدخل من تلك النوافذ، مع العلم انه طلعت لجنة من التربية وتم تسجيل هالنواقص واخذ المقاسات، لليوم ما صار شيء، مجرد حبر على ورق. نتمنى الإضاءة على الموضوع ومتابعته، هدول طلاب ما عم يقدروا يخدموا جيش. طيب بكل الأحوال أبو نغم شكرا للرسالة، رح نناقش هذا الموضوع أكيد، وقتنا اليوم ما عاد يسمح، نهار الاثنين مباشرة رح نطرح هذا الموضوع، بس بدي أطلب منك تذكر لي أسماء المدارس لو سمحت. الأستاذ طارق إسماعيل معنا صار على الهواء، يعطيك العافية أستاذ طارق. صباح الخير، يعطيك العافية. الله يعافيك. الله يعافيك يا رب. بدي أرجع كرر شكر الست أمل محمد لتعاونك بما يتعلق منطقة البصة وسرعة الاستجابة، شكرا لإلك. واجبنا على راسي. الله يخليك. معنا الأخ أبو يوسف من الجميزة، في عنده شكوى لو سمحت. تفضلي. تفضل أبو يوسف. مرحبا أستاذ. سريعا. يلا. صباح الخير. صباح الخير أستاذ، كيف الله يعطيك العافية. أستاذ من شي شهر انضرب عنا خط مي، تمينا شهرين تردوا علينا. مو واضح صوت ذاتي، بس أرجع عيد الله. يا أستاذ من شي شهر انضرب مي. نعم. خط مي، تمينا نعم. الحقن آخر شيء سوولنا يحفروا الحفرة وتموا ريحي منطقة. نعم. الجميزة منطقة أستاذ طارق. الجميزة شارع الأجبل والألبان. نعم نعم تفضلي. نعم أستاذ تركوها ولوصل هو منيح، راح نضرب خط ثاني، لحد الآن المي عم تروح شي إنش بالأرض ولا حد. طيب. يعني عم يرد علينا. طيب إذا تريد بس تحت الهواء بعت لي رسالة، بس وين الموقع تمام إذا بتتكلم؟ جميزي شارع الأجبل والألبان. بس عفوا أنا بالسيارة. يلا ولا يهمك أستاذ طارق، هلأ رح وافيك بالتفاصيل، نحدد بس الموقع بالضبط بس بالرسالة إذا بتتكلم، أو بعتولنا يا تحت الهواء. يلا أنا رح أتكفل أكيد، رح نبعت لك مثل العادة على الواتساب مع رقم سيد أبو يوسف صاحب الشكوى. لعيوني. شكرا لك أستاذ طارق. شكرا يا أبو يوسف. شكرا لاتصالك. يلا
هلأ رح نرجع نكمل كمان الرسائل. بدي أرجع أكد يا أبو نغم، يا ريت ترجع تبعت لي معلي أسماء المدارس. هلأ ذكرت أنه كل مدارس الدعتور، يا ريت تذكر لي أسماء المدارس لو سمحت حتى نوافي فيها التربية، ورح نناقش هذا الموضوع بالحلقة القادمة معلي، رح تنفرد لوقت باعتبار خلص وقتنا تقريبا. كمان ما يتعلق بمقسم الجندارية، إذا فينا ناخذ الأستاذ أحمد، كنا عم نطلب التليفون. طيب عم بيخبروني الصبايا بالكنترول لم يتم الرد. بكل الأحوال كمان نرجع نناقشها بحلقة الاثنين مثل ما تعودنا، كل الرسائل اللي ما قدرنا نقرأها من نحكيها نهار الاثنين طبعا بعد المتابعة وإيصال كل الشكاوى، نعرضها على الهواء شو إمكانية الحل. للأسف نتمنى نقول شو الحل جذريا، لكن مثل ما عم نسمع يعني قدر المستطاع عم نحاول نضوي على كل المشاكل، والمعنيين بالنهاية مهمتهم إيجاد الحلول. اتصالاتكم على الأرقام 214-518-214-569، وعلى الواتساب رسائلكم على رقم 0924-521-053. رح نرجع كمان يا عفيف نأكد على شكوى كهرباء الفاروس مباشرة، يعني لو كمان لو انه الموضوع برجع بأكد بمعظم المناطق بتخيل ذات الشيء، ان شاء الله يتحسن الوضع دائما، منقول يعني خلال الأيام القادمة يكون أفضل. رسائلكم على الواتساب على رقم 0924-521-053، وأكيد اتصالاتكم على الأرقام 214-518-269. وقتنا فإذا خلص، يعني كنا عم نعطي وقت إذا في اتصال نقدر ناخده مباشرة، لكن الوقت ما عاد يسمح، وأكيد بنلتقي نهار الاثنين لنتابع كل الشكاوى اللي بقيت. ودائما فيكم تتابعوا برنامج بخدمتكم عبر راديو أمواج FM وقناة أوغاريت كل أحد اثنين ثلاثاء وخميس. برنامج بخدمتكم إعداد وتقديم ختام صقر، إخراج خلود يونس.